تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، احتضنت مدينة سلافة عالية الدورة 13 للمهرجان الدولي أطفال السلام. المهرجان الذي تنظمه جمعية أبي رقراق في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد بشراكة مع وزارة الثقافة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، يتميز بمشاركة حوالي 650 طفلا من 30 دولة، من بينها أوكرانيا التي تحل ضيفة شرف. كما يتضمن برنامجا غنيا يشمل تنظيم حفلات وأمسيات وعروض تحييها الوفود المشاركة. هذا كيبين بأن المغرب هو بلد السلام والسلم، وهاد الاباء اللي خلاو هاد الاطفال ديالهم جاوا المغرب انهم عندهم ثقه ان المغرب بلد السلم والسلام والامن الحمد لله، وهذا كيفرض علينا كذلك اننا في المستقبل نجدوا. ودابا بدا التوسع ديال المهرجان، وغدا ان شاء الله غادي يكون في الدار البيضاء اول مره بطلب من الناس ديال الدار البيضاء. المهرجان يشكل نقطة لقاء بالنسبة للأطفال للتعريف بثقافة بلدانهم والتعبير من خلال الموسيقى والفن عن تطلعات شعوب العالم. هذه الدورة ترسخ مبدأ جعل المهرجان فضاء لتلاقي الثقافات الإنسانية وانخراطها كاملة من خلال الأطفال في نشر ثقافة السلم والسلام ونبذ العنف وتوطيد مبادئ التعايش والتسامح.